اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا. زي ما تابعنا الحقيقه في الفاصل المعلوماتي بنتكلم عن اكبر ملتقى للتوظيف الالكتروني في مصر بينطلق اليوم في مركز شباب الجزيره بالزمالك، والحقيقه هذا الملتقى هيكون تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه وايضا وزاره التضامن الاجتماعي، وبيهدف لتوفير فرص عمل للشباب وتوصيل هؤلاء الشباب الباحثين عن فرص العمل باصحاب ورجال الاعمال واصحاب الشركات اللي بتوفر مختلف فرص العمل في مختلف المجالات. عندنا حوالي 60 شركة وعندنا حوالي 10,000 شاب سجلوا على موقع الملتقى للبحث عن وظائف. طبعا احنا عارفين انه الدولة بتولي اهتمام كبير في هذه الفترة بضرورة مواجهة تحدي البطالة، وبالفعل نجحت بشكل كبير على مدار الأعوام القليلة الماضية انها تقلل من نسب ومعدلات البطالة في مصر. كنا بنتكلم في 2015 مثلا عن 13% نسبة البطالة، دلوقتي بنتكلم في الربع الأول من 2019 ان احنا وصلنا ل 7.8%، وده يمكن من اقل معدلات البطالة، وبيعتبر طبعا انجاز ومؤشر ايجابي جدا في هذا المجال. هنتكلم عن الملتقى وازاي بيوفر فرص للشباب وازاي هو بيعد فرصة كبيرة جدا للباحثين عن عمل، وايه تاني يعني من خلال العالم الالكتروني يقدر الشباب ان هم يوصلوا للفرص العمل المناسبة كل واحد في اختصاصه ومجاله. خلينا في البداية نرحب بضيفنا في الاستوديو استاذ خالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم رقمي. استاذ خالد صباح الخير. صباح الخير، اهلا بك. حضرتك شايف الملتقى ازاي واهميته في توصيل الشباب باصحاب ورجال الاعمال؟ وفي الحقيقه فكره الملتقيات التوظيف فكره يعني متواجده عندنا في مصر من اكثر من حوالي 15 سنه، ابتدتها الجامعات تحديدا عشان تقدر ان هي توجد فرص عمل لخريجيها، فكانت بتنسق مع بعض الشركات، كل كليه بتعمل الخريجين بتوعها في مثلا لو هي هندسه تنسق مع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لو هي تجاره تنسق مع البنوك ومع المؤسسات الماليه، فكل كليه كانت بتعمل كده زي ملتقى توظيفي عندها، تدعو بعض الشركات ان هي تشوف كوادر الكليه دي وتبدا ان هي تستفيد منها. لكن ده على فكره التوظيف نفسه او فكره الملتقى التوظيفي نفسه. لكن في 2019 تحديدا مع اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادره حياه كريمه، شهدت موضوع الملتقى التوظيفي دفعه قويه جدا، لان ساعتها الرئيس قال ان عايز محتاجين ان احنا المواطن اللي يستحمل اجراءات الاصلاح الاقتصادي ان احنا نساعده على اساس ان هو يكون يستفيد من اجراءات الاصلاح الاقتصادي ديت ودعم الشركات حصلت عليها، وان هو يحصل نوع من 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 تلبيه احتياجات المواطن ديت اللي هي طبعا اهمها فرصه عمل. وبدات فعلا وزارات المعنيه زي وزاره القوى العامله وزي وزاره التضامن الاجتماعي وزاره الشباب بالاتجاه لتنظيم ملتقيات في كل المحافظات. فعندنا تقريبا خلال 2019 تحديدا حصلت طفره كبيره جدا في عدد ملتقيات التوظيف اللي تمت مش في القاهره بس ولا اسكندريه، ولكن على مستوى كل المحافظات. عندنا تقريبا كل شهر عندنا ملتقى توظيفي كبير جدا في كل محافظه تقريبا. الملتقى اللي احنا بصدده اليوم ملتقى منظماه برضه وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره الشباب بتعاون احدى الشركات في مجال متخصصه في مجال تكنولوجيا المعلومات. وفي الحقيقه الهدف منه زي ما قلنا قبل كده ان هو ازاي توجد ساعد الشباب ان هو يجد فرصه عمل مناسبه ليه. صحيح. وكمان ازاي كمان من احد انشطه الملتقيات بشكل عام ان انت ازاي تاهل الشباب على الفرص المتاحه في سوق العمل. يعني ما ينفعش ان انت تقول ان انت تكتفي ان انت خريج وان انا كده خلاص من حقي ان انا اوجد فرصه عمل، لا، لازم يكون عندك مجموعه من المهارات والقدرات اللي تناسب مع سوق التوظيف. انت عارف احتاج دلوقتي النهارده التكنولوجيا بقت متعمقه في كل او متغلغله في كل المجالات. صحيح. فما ينفعش شاب ان هو النهارده يبحث عن فرصه عمل جيده يعني تتناسب مستوى دخلها كويس وان هو لا يجيد التعامل مع التكنولوجيا، فلازم ان هو يحصل له عمليه تاهيل وتدريب. الملتقيات دي احد اهم اهدافها ان هي بتساعد الشباب على دوره تدريبيه بيتم تدريبهم فيها من خلال مجموعه من الشركات المتخصصه. طبعا مش شرط يكونوا يعني مش بس التوظيف، في كمان التاهيل والتدريب ده مهم جدا معينه في مجالات مختلفه، كمان الاحتكاك ان انت ازاي ان انت تعرف يعني برضو احد اهداف الملتقيات اللي بتنظمها وزاره القوى العامله تحديدا برضو ان هي بتعرف الشباب بحقوقهم. بمعنى ان انت لازم يكون عندك تامين صحي، تامين اجتماعي، حد الادنى للاجور يبقى قد ايه، فبرضه بيبقى في نوع من التوعيه للشباب ان هو بيعرف ايه هو حقوقه لما يلتحق بسوق العمل. الحاجه كمان كمان المهمه جدا برضه الملتقيات بتعملها دلوقتي ان هو بيجيب معاه شركاء متخصصين في التمويل.
بمعنى ان الشركات مثلا المشاركه في الملتقيات ديت يبقى عندها مثلا فكره توسع او خطه بلان للتوسع في المستقبل وبتحتاج لتمويل، فهو بيجيب لها الجهات المعنيه بالتمويل زي مثلا صندوق المشروعات الصغيره، تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه والشركات الناشئه، بحيث ان هو يقدر ان هو يساعد الشركات دي لو عندها بلان وريدي ممكن عندها دراسه جدوى كويسه ممكن ان هو يساعدها ويمولها. فبالتالي بيجمع كل الاطراف المعنيه فكره التوظيف، شركات، شباب، جهات تمويليه، وطبعا وجود الجهه الحكوميه وجودها بيعمل مظله بتدي مصداقيه للشاب وهو رايح، ونوع من الرقابه يعني بالظبط كده. انا عارف حضرتك برضو وجود الحكومه فيها بيدي نوع برضو من الثقه للشاب ان هو رايح ومفيش حد هيستغل البيانات بتاعته اللي هو بيحطها، لان طبعا حتى بصدد الملتقى اللي هو النهارده ان هو كل التسجيل هيبقى اونلاين، يعني صحيح. ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي استاذ خالد، انه فكره اكبر ملتقى للتوظيف الالكتروني، يعني يمكن موضوع الالكتروني دي هي طبعا التكنولوجيا هي اصبحت سمه العصر، ومن هنا احنا بنلجا لها ايضا في مواجهه البطاله وتوفير فرص عمل. ايه اللي بيختلف في هذا الملتقى من انه الكتروني عن باقي الملتقيات السابقه اللي كانت يعني بشكل عادي؟ اللي بتنظمها فعلا الوزارات هي ممكن، بس الاختلاف ان زي ما حضرتك قلت ان الشريك الاساسي فيه شركه تكنولوجيه متخصصه في مجال التوظيف. فالشركه يعني يمكن عامله ان هو اول مره ان الشاب يعني مش مضطر ان هو يروح هناك ويجيب معاه السي في مطبوع او يكتبه هناك، لا ده انت بتخش قبل ما تروح بتخش على الريجستريشن او على الموقع الخاص بالملتقى دوت وبتسجل كل بياناتك الكتروني. وبالتالي انت مش رايح عشان تضيع وقت بالتسجيل بياناتك، انت رايح عشان تتعرف ايه هي الفرص المتاحه، سواء بقى كانت يعني هو الملتقى طبعا مستضيف حوالي 60 شركه بيغطوا تقريبا كافه المجالات الاقتصاديه. فالشاب النهارده رايح مش عشان يملى بيانات او يجيب معاه سي في، لا هو خلاص عمل ده اونلاين قبل ما يروح ومسجل بياناته ورايح بس عشان يتعرف على الفرص المتاحه، رايح ان هو يشوف ايه اللي ممكن ان هو يستفيد من الشركه في القطاع اللي هو بيستهدفه، خاصه ان احنا عندنا بعض القطاعات اللي هي محتاجه فعلا شباب كتير جدا، قطاع تكنولوجيا المعلومات على راسهم طبعا قطاع الالكترونيكس، قطاع ال بنقدر نقول البترول، نقدر نقول القطاع الصناعات المعدنيه، قطاع الصناعات الهندسيه، القطاعات دي محتاجه فعلا عماله بس بمستوى معين زي ما قلنا من الكفاءه والمهارات. فالشاب هيروح النهارده عشان يعرف ايه هي ازاي يأهل نفسه وازاي ان هو ممكن يحصل على دورات تدريبيه. طبعا وزاره القوى العامله عامله حوالي اكثر من حوالي حاجه و50 او 54 تحديدا مركز تدريبي على مستوى المحافظات كلها. يمكن اول مره هنشهد في 2020 ان هو يتم اطلاق مراكز تدريب متنقله، بمعنى ايه؟ بمعنى سياره كبيره فيها كوادر بشريه مؤهله ومجهزه بكافه المعدات وتروح للاماكن الاكثر احتياجا في القرى والنجوع تدرب الشباب يعني في اماكنهم بدل ما يشوف. هل التدريب ده او الدورات دي يعني بتكون مكلفه ولا يعني ايه؟ مجانا طبعا الوزاره بتعملها في اطار برضو مبادره حياه كريمه للرئاسه، ان هو ده بتبقى مجانا، دورات تدريبيه مجانا حتى في الاماكن مراكز التدريب الثابته اللي تبع وزاره القوى العامله برضو مجانا. فالشاب بيروح بيحصل على دوره تدريبيه، وكمان يمكن عاملين حاجه ايجابيه ان هو اللي بيطلع الاول تقريبا او السيده اللي بتطلع بيدوها تبع مكنه خياطه او بيدوا له حاجه معده معينه يعني شنطه معدات معينه او حاجه زي كده، بحيث ان هم يشجعوا الناس ان هو يعمل عمليه تنميه مستدامه لنفسه، ان هو يشتغل يوجد فرصه عمل ليه وان هو يبدا حياته العمليه. طب ده بالنسبه لتحديدا للاماكن البعيده شويه او في القرى او يعني في مختلف المحافظات، لكن بالنسبه للشباب الخارجين مثلا كليات زي ما حضرتك بتتكلم الهندسه والكليات الخاصه بالتكنولوجيا والمعلومات، لو حابين طبعا ان هم يطوروا مهاراتهم ايضا ويكون في تاهيل، هل متاح قد ايه يعني بالنسبه لهم دورات وفرص تدريبيه مناسبه برضو بتكاليف بتراعي ان هم شباب صغيرين؟ انا عايز اقول لك ان خريجين كليات الهندسه والحاسبات وعلوم قسم حاسب دول بيعيشوا الفتره الذهبيه بالنسبه لهم في التدريب تحديدا. لان دول ليه بقى؟ دول عندنا هيئه اسمها هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات وتبعها تبع وزاره الاتصالات وعندنا مركز الابداع تكنولوجيا ورياده الاعمال. الجهتين دول بيعملوا دورات تدريبيه تقريبا طول السنه، وعندنا طبعا اطلقت من اول 2018 من منتصف 2018 تقريبا مبادره رواد تكنولوجيا المستقبل. المبادره دي حضرتك يقدر الشاب ياخد الكورس اللي هو عايزه، عنده 39 تراك في احدث تخصصات تكنولوجيا المعلومات، يقدر يخش الشاب ياخد الدوره دي مجانا اونلاين من جامعات عالميه ومن مؤسسات عالميه،
ياخدها مجانا بدون اي مقابل وياخد الشهاده كمان مجانا. هيئه تيتا بتدفع ثمن الشهاده للشاب ده وثمن التدريب بيتراوح ممكن يبتدي من اول $500 لغايه $3000 وفقا لو هو التراك اللي خده. طبعا ذكاء كل الصناعي ده مجانا بالنسبه للشاب مجانا تماما يعني الشاب ما يدفعش. كمان الشباب اللي هم لسه ما التحقوش بالجامعه عندهم مبادره ال ان ال اللي هي مبادره المدارس بتوع الثانويه العامه تحديدا يقدر الشاب يلتحق بدورات تدريبيه مجانا بدون ما يدفع اي حاجه عشان ينمو قدراته التكنولوجيه. عندنا طبعا معهد الاي تي اي معهد تكنولوجيا المعادي تبع برضه وزاره الاتصالات ده بيقدم حاجتين مهمين جدا اللي هي دوره تدريبيه 9 مانس 9 شهور بعد التخرج تقدر تلتحق بيها مجانا وتاخد كمان مكافاه شهريه. وعايز اقول لك ان 90% من خريجين دوره الاي تي اي 9 مانس دول بيتعينوا قبل ما يتخرجوا. برضه الاي تي اي بينظم دوره تدريبيه لمده 3 اشهر اثناء الدراسه او اثناء فتره الاجازه ممكن الشاب يقدر يلتحق بيها ومجانا برضه. يعني كل ده سواء المراحل الدراسيه اللي قبل الجامعه للطالب اثناء الثانوي الجامعة وبعد التخرج كمان بقى خريج الجامعه كمان لمده 5 سنين يقدر يلتحق بالان تي ال او رواد تكنولوجيا المستقبل مبادره رواد تكنولوجيا المستقبل. هو اتخرج بقاله 5 سنين يعني يقدر ان هو يلتحق بيها مجانا برضه يقدر ياخد التراك اللي هو عايزه. بس نصيحتي ليه ان هو يختار التراك المناسب لان مثلا ما ينفعش حد مثلا يكون على فكره هي المبادره كمان بتدي مكافاه اللي بيحصل على الشهاده بتدور برضه مكافاه ماليه. نصيحتي ليه بس ان هو يختار التراك المناسب ليه ما يختارش تراك صعب عشان التراك الصعب ممكن ما يقدرش ان هو يعني ينجح فيه وبالتالي بيبقى عنده مشكله. المبادره دي كانت بتدي للطالب فرصه واحده بس ياخد تراك واحد بس من ال 39 تراك اللي احنا اتكلمنا عليهم. الدكتور عمرو وزير الاتصالات قدر ان هو الحمد لله ان هو يغير الاليه او يغير الرولز ان هي تبقى الطالب او عايز ياخد 2 تراك يقدر ياخد. الطالب كمان ان هو بدل ما كانت مقصوره على طلاب الصف الثالث الفرقه الثالثه والرابعه لا متاحه من اول طلاب الفرقه الاولى يقدر ياخد المبادره ديت مجانا. فبالتالي بقى في تسهيلات اكتر وفقا طبعا لظروف احتياجات الطلاب والوعي بقى اكتر كمان للطلاب اللي داخلين الكليات المتخصصه دي او الكليات اللي هي العلميه ديت. فبداوا ان هم عايزين يبتدوا حياتهم العمليه بدري بدل ما ان هو ينتظر ان هو لغايه ما يتخرج عشان يأهل نفسه. فبدا ان هو عايز يشوف جنب الدراسه بيعمل تأهيل وتدريب واستعداد كمان. ده مهم جدا انك تأهل نفسك وتدرب وتتدرب يعني تدرب اي شيء طالما ان هو في مجال تخصصك اكيد هيفيدك لما تتخرج لسوق العمل تخرج عندك مجموعه من نقدر نقول الخبرات اللي تخليك تخش سوق العمل وانت مستريح وتوجد فرصه العمل وحياه لائقه وحياه كريمه زي ما هدف المبادره اللي اطلقت الرئاسه في اول 2019 ان انت ازاي تبقى عندك حياه كريمه. حياه كريمه مش هتيجي الا بمهاراتك انت. صحيح. ويعني طبعا زي ما حضرتك بتتكلم ان كل فرص التاهيل والتدريب متاحه لمختلف الاعمار والمراحل ده طبعا شيء جيد جدا متاح امام الشباب. نشكرك جدا استاذ خالد حسن رئيس تحرير جريده عالم رقمي. شكرا جزيلا. يعني بما ان احنا طبعا امه شابه وعندنا 60% من سكان مصر ومن المواطنين شباب فمن هنا بتاتي الحقيقه اهميه هذه الملتقيات للتوظيف وتحديدا لما تكون متاحه للكل ملتقى توظيف الكتروني فهي متاحه للكل مش مرتبطه بس بمكان انعقاد الملتقى. هي متاحه طبعا لتوفير مختلف فرص العمل للشباب ومش بس هنا في القاهره العاصمه لكن كمان في مختلف المحافظات. بنشكركم جدا مشاهدينا على حسن المتابعه ونشوفكم بكره وحلقه جديده واخبار جديده فريق عمل جديد. إلى اللقاء.